على مشارف السيناريو اليوناني، أي إعلان إفلاس الدولة. إذا كان ما نقوموش بالإصلاحات اللازمة توا وبالسياسات اللازمة، عدينا السيناريو اليوناني، لأننا دخلنا في وضع أن صندوق النقد الدولي في آخر شهر ديسمبر اللي تعدى 2016 ما دفعش القسط الثاني نتاع القرض اللي تونس تحصلت عليه. نذكرك أن بعد الثورة هوني في تونس، تونس حصلت على أول قرض من صندوق النقد بثلاثة مليار دينار، 3000 مليار مليم تاكودو للقيام بأربع إصلاحات. مازال عندنا الوقت في تونس اليوم نديرك والمسير اليوناني، مازال عندنا الوقت. نقول لك أربع إصلاحات ما قمنا بحتى شيء منها. الإصلاح الجبائي تو ما فيش، إصلاح مجال الاستثمار خرجنا مجال الاستثمار ولكن ماشي خارق العادة، إصلاح البنوك التوا مازلنا فك الدجاج الريشو، وإصلاح صندوق التعويض اللي تصلح وحده خاطر سعر البترول هبط. فاليوم بعد ما خذينا 3000 مليون دينار وصرفناهم في حاجات أخرى، مشينا اقترضنا 5000 مليون دينار، وقلت لك عملنا قمنا تدخلات احنا مع الحزب الديمقراطي في أمريكا واتصالاتنا، أنا أستاذ في جامعة بيركلي فين تحصلت على الدكتوراه نتاعي في كاليفورنيا، فاستعملنا هذا. ولكن رغم اللي الحكومات تعطي أوامر صندوق النقد يقف معنا، يقولون لنا زاد اقفوا مع انفسكم. اليوم هل نحن واقفين مع انفسنا؟ اليوم يلزمنا نعمل برنامج للتصرف في الديون، لناخذوا الديون اللازمة ولكن ما ناخذوش أكثر منها، ونخلقوا الثروة الوطنية. سمحني الكلمة السر هي لاكواسانس، خلق الثروة الوطنية. إذا كان شركة وطنية تخلق الثروة كما العطار جاري، تونس بخير. واضح لكن